جميع المؤسسات الدولية والمنظمات العاملة لحقوق الإنسان. المنصة حواليها يلا. ولا يمكن أن ينتهي الانقسام بهذه الإجراءات القمعية التي تتخذ ضد أهلنا في قطاع غزة، إن كان منع المرتبات عن الموظفين في قطاع غزة، أو منع التعويلات عن المرضى في قطاع غزة، أو قطع الكهرباء عن أهلنا في قطاع غزة، إنما هي إجراءات قمعية إجرامية تزيد من حدة الانقسام بين الفلسطينيين، ولا يمكن أن تؤدي إلى وحدة. نحن نؤكد بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن وقف التحويلات الطبية لمرضانا في قطاع غزة، خصوصا الأطفال منهم. ونقول بأن منع التحويلات يعني أنه قتل لأبناء غزة. كما أننا أيضا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن منع إعطاء التصاريح لمرافقي المرضى وللمرضى أنفسهم من أجل أن يخرجوا من قطاع غزة لكي يتعالجوا في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وأراضي 48. نطالب المؤسسات الدولية الإنسانية أن تتدخل وبسرعة من أجل إنقاذ أطفال قطاع غزة ومرضى قطاع غزة وأهل قطاع غزة الذين يعيشون هذا الحصار الظالم. نطالب إخواننا في جمهورية مصر العربية أن يعملوا وبسرعة على فتح معبر رفح، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المأساة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن الانفجار قادم لا محالة في وجه العدو الصهيوني.